أي روح قدسية تملكتك في تلك اللحظة؟ أي بطولة يعجز عن وصفها اللسان؟ يا ابن لي فارقها بنا شي يبقى عيدها، يا ابن لي فارقها بنا شي يبقى عيدها، بالدمع تروي التجارب. أشهد أن لا إله إلا الله. علاوي أشهد أن محمد رسول الله. حبيبي عمرك طويل. أشهد أن عليا ولي الله. عمرك طويل علاوي. حبيبي أشهد أن عليا ولي الله. قد تتجرأ بعض الكلمات لتحاول وصف ذلك حين يتحقق فيك الإنسان الكامل الذي ترفع له التحية وتسجد له الملائكة. لبيت النداء فكان الله داعي. جاع قلب أمي بولادها. أستاذ مرتضى، كلماتك على أستاذ مرتضى. والله علي الأنصاري غصة، مو بس المرتضى الموسى، وكل من شاهد هذا المقطع أعتقد علي خلد ذكرى بكامرته وبعطائه وبكلماته الرائعة. علي الأنصاري حقيقة إذا أريد نعتبره أيقونة شهداء الحشد الشعبي أو أيقونة شهداء العراق حقيقة، كل شهيد كان ينطلق بهذه الكلمات وينطلق بهذه الروحية. اليوم علي مو مجرد شخص مصور راح يوثق حدث واستشهد وخلص، لا، علي أبى إلا أن تكون روحه خالدة، رسالته خالدة. أتخطر قبل أسبوع من استشهاده كنا في زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، هذا ذكرني بحادثة حيدر المياحي أيضا. فدخلنا إلى الإمام الرضا سلام الله عليه وطلعنا، فعلي قال لي سيد بس أروح وأرجع. قلت له شكو؟ قال عندي طلب. قلت له براحتك. فرجع لي الإمام الرضا سلام الله عليه وطلع مرة ثانية بس عيونه بها دمع. سألته قلت له ها خير؟ دعيت؟ قال لي دعيت ويا ريت تدعي لي بجدك بأنه يوفقني. قلت له إن شاء الله يا رب الله يوفقه. كانت تصورت أنه طلب من الطلبات العادية، واحد يطلب لعائلته، لأمه، لزوجته، الأطفال. فذكرني علي بلحظات استشهاده اللي هو من استشهد. قال لي سيد تذكر من دخلت للإمام الرضا؟ قلت له يتذكر. كنا منهارين نبكي كذا ما نعرف شو نسوي، محاصرين من القناص، ما تقدر ترجع، الجسر مقطوع. قال طلبت من أبو محمد وما قصر، طلبت من الإمام الرضا بأن ينطيني الشهادة وما قصر. فعلا ماكو أسبوع أو عشرة أيام علي حصل على الشهادة ورب العالمين رزق الشهادة. خلود علي وخلود حيدر وخلود حمزة وخلود رنا العجيلي وخلود علي رشم وفاضل القرعاوي اليوم ذكراه، علي محمود، سمي ما شئت. اليوم يعني عندنا احنا 32 شهيد من الإعلام الحربي فقط، ناهيك بل يعني 32 شهيد من الإعلام الحربي من كل الفصائل، وعندنا شهداء من قادتنا ومن سادتنا يقدر بالعشرة آلاف تقريبا. أنا أقول اليوم حصة الإعلام الحربي، وفي كل سنة يذكرون الأخوة، لربما في كل سنة كنا نقدم شهيد أو شهيدين من الإعلام، وكان يفرح داعش، يعتبر أنه الإعلام اللي قتله إنجاز يساوي ما يقتل من القادة. يعني الآن ينقتلون فد 10 20 من المقاتلين، طبعا أرواحهم عزيزة علينا، ولكن هو في نظره يقول لك هذه عملية عادية، لكن لما يقتل قائد أو يقتل إعلامي تكون العملية نوعية ويسجلها ويتفاخر وتنزل على المعرض مباشرة، إصداراتهم تنزل. فأنا أقول ما قدم علي الأنصاري حقيقة، وكان أنا أعتبره من طلائع الذين وثقت لحظات استشهادهم، وما شفت أنا حقيقة لا بالحرب العالمية الثانية ولا بالحرب الحروب اللي بعدها أنه نشوف واحد يوصي وصيته أمام لحظات استشهاده ومطمئن.
علي طبقت عليه آيتين حقيقة، آيتين في القرآن اللي شفتها بعلي بلحظات استشهاده. الأولى: فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، لأن كان يقول لي أشوف الشهداء، أشوف عمه وأشوف أقرانه من الشهداء جوني راح أروح. هذا واحد. اثنين: شفت أنه طبقت عليه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. اطمئنان عجيب شفته عند علي. احنا نشوف الانسان اللي يتصوب يظل يتأوه واخ وكذا وبس لا اموت ابدا. علي اذا ترجع للمقطع وفي المجسر تشوفه، فيلم وثائق موجود الان على اليوتيوب وحضراتكم ايضا عندكم نسخه منه. اذا ترجع لي في المجسر ترى ان علي الانصاري ذهب بنفس مطمئنه، بالعكس يوصينا دير بالكم على عملكم، دير بالكم على الكاميرا، وكانه دير بالكم انه هذا سيده هو اصابته برجله يعني واصابته برجله. نعم. علي لما راح أخذ الكثير من عندنا، لكن أعطانا الكثير، أعطانا. الآن نتشرف أن نقول نحن أصدقاء علي، نتشرف أن ننتسب إلى الإعلام الذي ولد هؤلاء الشهداء: علي الأنصاري، حمزة، أبو جعفر، حيدر المياحي، الكل، علي رشين، هؤلاء الذين وضعوا بصمة لكل العالم. أعتقد اليوم اللي راح بالإعلام الحربي لا يبحث عن الشهرة، وهذا القضية المغلوطة لما يقولون البعض فعلا. يقولون أنتم رايحين تدورون شهرة، ماكو أحد يدور شهرة مع سيارات مفخخة، ماكو أحد يدور شهرة مع رصاص، شهرة تعب وإرهاب ودماء وكل لحظة تفقد لك واحد. وإذا رب العالمين أنعم عليك ترجع بإصابات. أنا ست إصابات، رؤى يمكن ثلاث إصابات، سيد عمار إصابتين هنا، انا ما محصل هذا الشرف بس انت شلت تنقل والخلود لشهداء الأبرار.